العزيز بيقول لنا يعني خالص مؤسس مصر في مصر والسفير كان رئيس وزراء الاتحاد الاوروبي في مصر. طبعا انا بقالي نفسي ومقالي حضراتكم اللي هي عندي وصل جديد. طبعا العام السنه ان شاء الله بوعد مختلف اختلاف كل الاعمال الماضيه بعد دعم واطلاق سمو الرئيس مشروع تطوير التعليم المصري في مرحلته بيد الاطفال والجيل الابتدائي واصلاح التعليم الثانوي لبناء انسان مصري جديد. وزاره التربيه والتعليم ممكن بتشارك بدور رئيس مع وزاره الهجره والامن القومي والمنطقه والطفوله وزاره الاثار ووزاره الثقافه وشباب الرياضه والتعليم العالي. يعني ده مشروع بناء انسان مصري مختلف. فخطوات اصلاح التعليم المصري يمكن بتوفير بيئه تعليميه صحيه تشبع احتياجات الطفل في مرحلة الأولية المختلفة. عشان كده هنا الحديث عن تنمر والعنف بين الأطفال المنتشر بين بعض مدارس مصر وقطاع المدارس العالم وعكسها القلق والانطواء بين الطلاب. بطولة مصر حقيقية